السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لوبا تيكنو. كنتمنى أنكم تابونا وتلايكيو الفيديو وتبارتجيو مع الإخوان ديالكم باش تعمل الفائدة. اليوم إن شاء الله غادي نتطرقوا الحلقة بموضوع الشراء من الانترنت وإعادة البيع في المغرب. هذا الموضوع هذا غادي نبارتجيه معكم باش ديك الفلوس اللي كتربحوا في إي باي أو لا في أي بلاتفورم أو لا في أي عمل كتديروا على الانترنت، كذلك اللي ديجا حل كونت في المغرب هنايا وعنده فيه شوية يعني ممكن انه يحركه يعني يشري منتوجات من الانترنت هنايا ويعيد البيع ديالها هنا في المغرب. غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله اكزامبل على منتوجات ممكن انكم تشريوها من هنايا وتعودوا فيها البيع هنايا في المغرب. اول مثال، وهذا المثال هذا فقط مثال، اما بالنسبه لكم يعني كله وكيتفكر يعني كله والطريقه ديالو على البحث على المنتوجات هنايا. الحمد لله يعني عندنا مدن كبار يعني استغلوا هذه الامور هذه، بحال كنتي في شي مدينه وفيها الجزاره بزاف وفيها النجاره بزاف يعني كيحتاجوا ادوات مازال ما دخلتش للمغرب، يعني ادوات اللي ممكن انكم انفوا توريوهم هاد لي برودكت هادو يشريوهم عندكم بالزربه، يعني كتكون انت عندك ديجا فكره على المنتوج كيفاش كيخدم او اللي عندك فيديو ممكن انك تستعن به. وهذه الطريقه كذلك كتخليك انك تكون عندك واحد الفكره كبيره على التجاره الالكترونيه، يعني في المستقبل ممكن انك تدخل كميات لا بأس بها وتعود البيع ديالها هنا في المغرب. كذلك هاد المنتوجات اللي غادي تشريهم ممكن انكم ديروا صفحة في فيسبوك وتعرضوا فيها هاد المنتوجات هادو، كذلك غتكون عندكم واحد الفكرة على كيفاش انكم تبيعوا هنا في المغرب. يعني هاد الطريقة هادي عندها بزاف ديال المميزات. يعني نشوفوا دابا المنتوج، يعني نوريكم واحد الاكزامبل ديال المنتوج. غنديرو واتش، واتش هما المواقن يعني الساعات اليدوية. كاينين كذلك ديال الحيط، كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل. المهم حنايا نشوفو هاد الاكزامبل هذا، كما كتشوفوا بحال هاد الواتش هادي او هاد الساعة هادي كتباع تقريبا بجوج دولار مع الشيبين تقريبا تلاتة دولار كاع، فيها جوج براسليات وساعة في الباكي ديالها. يعني بحال هاد المنتوجات هادو ممكن انكم تبيعهم بأثمنة ما بيهاش، يعني انت وكيفاش كتعرف تبيع، يعني اللسان انت هو كيكون او لا الماركتينغ كي تيقولوا لي تعرف تبيع. هذا هي الفكره. يعني كما كتشوفوا معايا هنايا هاد لي برودكت ممكن اننا نعاودوا فيهم البيع هنايا في المغرب، راهما براند ونيو يعني جداد، يعني حتى الانسان اللي غيشري عندك كيلقى عندك البياسه جديده يعني ما مستعملاش، هذا حتى هو حافز انه يشري من عندك. غنجيو لهنايا، هذا فقط كما قلت لكم اكزامبل، غنكليكيو سورت باي اوردرز يعني نشوفو المنتوجات اللي تباعو بزاف. غنجيو لهنايا وغنكليكيو على اوردرز، كما كتشوفوا معايا غيطلعوا ليا المنتوجات اللي تباعوا بزاف، يعني منتوجات اللي عندهم تقريبا تقييمات ايجابيه بزاف، يعني دي فيدباك بوزيتيف. كما كتشوفوا هاد الساعه هادي تقريبا ب 30 درهم او لا 2 دولار فاصلة 48 وفري شيبين، تبعت منها 11999.
يعني بحال هاد لي واتش هادو او هاد الساعات هادو ممكن انكم تبيعوهم هنايا القليله هي 100 درهم. الفكره هنايا انك تخدم الفلوس ديالك، يعني ما تبقاش غير حاصله او لا محطوطه، يعني دير بها شي حاجه ومنها كذلك كتستافد. كما قلت لكم لاباج فيسبوك يعني بهاد المنتوجات هادو ممكن انك تكبرها وتكبر الاودينس ديالك، ممكن انك تجيب في المستقبل كميات كبيره من هاد المنتوج هذا، وممكن انك تبيعه فقط على الباج ديالك او لا السيت ديالك او لا، يعني كل واحد والبلاتفورم اللي كيبغي انه يبيع فيها. كما كتشوفوا هنايا ساعات اللي زوينه بزاف وبأثمنة ما كتفوتش تقريبا 30 درهم. غنجيو الاي باي، هنايا كاينه واحد الفكره عاود في اي باي. الاي باي هنايا ملي كنديرو واتش كيطلعوا لينا مجموعه ديال لي برودكت كما كتشوفوا معايا. كاينين دي برودكت اللي رخاص بزاف، هنايا رخص قاع من علي اكسبريس كما كتشوفوا، حتى 3 دولار تقريبا، الا في حاله شي ساعه اذا كانت غاليه راه كتكون تقريبا كما كتشوفوا هنايا 8.99، هنايا $99، يعني فري انترناسيونال شيبين. يعني ممكن انكم تلقاو دي برودكت هنايا في اي باي ارخص من علي اكسبريس. اولا كنجيو كنزايدو حتى حنا على هاد لي برودكت هادو باش ناخدوهم باقل ثمن ممكن. اول حاجه كنجيو لهنايا كنديرو نيو ويت تاغز، كنكليكيو عليها، الخيار الموالي اولا الاوبسيون الاخرى اللي كنديرو كنزلو هنايا وكنديرو اوكشن، كنكليكيو عليها، يعني كنختارو البرودكت اللي كيتباعو عن طريق المزاد، يعني كتزايدو على لي برودكت. تالت حاجة كنجيو لهنايا عاود كنديرو فري انترناسيونال شيبين، كنكليكيو عليها، يعني كيعطينا لي برودكت اللي كيتشيباو فابور، يعني مكتدفع والو في الشحن. من بعد كنجيو لهنايا البيست ماتش، كنكليكيو عليها وكنعاودو نزلو البرايس بلوس شيبين لوست فيرست، كنكليكيو عليها، يعني يعطيوني لي برودكت الرخاص، ارخص برودكت حتى الاغلى برودكت. كما كتشوفوا معايا هادو كيتباعوا في الاوكشن او لا في المزاد. البدايه ديال الثمن ديال المزاد كيبدا من 0.01 كما كتشوفوا معايا هنايا، وان بيد يعني واحد دار 0.01، هنا كذلك يعني ممكن انك تدخل وتزيد معاهم، بحال هنايا ما تزيد حتى واحد، ممكن انك تدخل وتزايد على هاد البرودكت هذا. والاوقات اللي ننصحكم انكم تزايدوا فيها هي ملي كتبقى البرودكت انه يسالي ليه المزاد تقريبا بساعه ولا ب 20 دقيقه ولا ب 14 دقيقه، يعني في الدقائق الاخرين ديال المزاد، تما ممكن انك تربح هاد المزاد هذا، ممكن انه هذا يبقى رابح هاد المزاد هذا بقى 4 ايام وثلاثة اسابيع، هذا 3 ايام و18 ساعة. ممكن انك تخلي هذا البرودكت تتبقى ليه 20 دقيقة او لا، المهم اقل وقت ممكن باش تربح انت هذاك المزاد. ممكن انك تجي لهنايا وتزيد عليه 0.06 او لا شي حاجة، ممكن هو يكون ما يكونش مكونيكتي او لا شي حاجة، ممكن انك تربح انت هذاك المزاد ويصيفط لك البائع هذاك البرودكت، وهنايا في المغرب ممكن انك تعاود تبيعه. المهم ما داير اكزامبل ديال هذا البرودكت هذا، يعني كاينين بزاف ديال لي برودكت، ما بغيتش هنايا ندخل لكم
ونوريكم بزاف ديال لي بروداكت ممكن انكم تدوخوا. هذه فكرة فقط، وانت فكر مزيان وشوف الناس اشنو كتبغي. يعني كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل هنايا كما كتشوفوا، بحال هاد الطابليت هذه كتباع ب 14.98، ممكن انك تشري هاد الطابليت هذه وتعاود فيها البيع، يعني ممكن تربح فيها واحد شوية. المهم انتوما الحاجة اللي غادي نوصيكم عليها هنايا هي انه الديسكريبشن تقراوها مزيان، حيت هاد لي برودكت هادو كيبغيو انك تكون عارف اشنو كتشري، ماشي غير تبان لك ليماج وتشري، يعني تعرف اشنو عندك في البرودكت من ناحية الكونفيغوراسيون، من ناحية بزاف ديال الامور. كما قلت لكم كاينين مجموعة ديال الصناع في المغرب او الباعة في المغرب، بحال قلنا نجار ممكن انك تشري ليه بياسة ممكن تساعده في شي حاجة وتكون رخيصة، يعني غادي يشريها من عندك. هذا فقط مثال اليوم، ان شاء الله في الحلقات الجايين غادي نشوفوا دروس اخرى ودروس اللي غادي تفيدكم ان شاء الله في المستقبل. حتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم، وما تنساوش تابوناو وتلايكيو الفيديو، وبسلام عليكم.